صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 36 لسنه 2024 بتعيين مدير في وزاره الداخليه وذلك بناء على عرض وزير الداخليه جاء فيه يعين السيد عبد الله نبيل محمد المطاوعه مديرا لاداره التاشيرات والاقامه في شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه في وزاره الداخليه